اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل ليبلز في برنامج فيجما. اول حاجة هاجي فوق واعمل تكست، وبعدين هعمل رايت كليك واختار اد او تو لاي اوت او شيفت اي من الكيبورد بالشكل ده. بقى عندي في فريم 1 في اللايرز، وبعدين هاجي كمان مره على التكست اضيف له اوتو لاي اوت. بقى عندي فريم تاني جوه الفريم الاولاني، وهاجي وانا عامل سيلكت على فريم 1 واجي عند اليمين وادي له فيل بالشكل ده، وبعدين هعمل كوبي منه كنترول سي كنترول في، هعمل سيلكت على الفريم التاني النسخة، وفي النسخة واجي عند اليمين عند absolute position واتحكم فيه بالشكل ده واظبط السيتنج بتاعتي. وهاجي اديله فيل، واجي عند الفريم الاساسي واديله ستروك. واغير اللون بالشكل ده. وعند الكورنر اخليه وليكن 8، واجي عند الفريم الاول والتاني واجي من فوق واعمله كومبوننت، واجي عند وضع الديزاين اعمل سيلكت عليهم واخليهم as variants، واجي عند وضع البروتوتايب واسحب من الفريم الاول للفريم الثاني واخليه on click بالشكل ده، ونفس الكلام على الفريم الثاني للفريم الاول. دلوقتي احنا محتاجين نشوف اللي احنا عملناه ده، فهنيجي نعمل فريم هنا، وعلى الشمال عند assets عند component واجي عند local component واسحبها في الفريم عندي بالشكل ده، واعمل select على الفريم، وفي وضع البروتوتايب هعمل flow جديد واعمل play، هتلاقيه ظهر معاك بالشكل ده. وبس كده، ده كان شرح بسيط. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.